كابتن. مساء النور يا كابتن. دلوقتي يا كابتن عشان انا ما كنتش قاعد قدام التلفزيون. هل حضرتك كنت بتناشد محافظ اسماعيليه انه يقيم مجلس اداره النادي الاسماعيلي؟ انا معايا دلوقتي الكابتن سمير زهر معانا ناشد. انا بسال حضرتك سؤال. انا هجاوب حضرتك بس بعد ما نخلص حوارنا مع كابتن سمير هكمل مع حضرتك. دلوقتي هل في حاجه اخير هذا الاحتقان اللي بيتكلم عليه الكابتن سمير؟ نعم. عشان ما يتناقش الملاعب لابد ان احنا نبقى حريصين على تحقيق العداله في كل شيء يا كابتن مدحت. انا متفق معاك. ما ينفعش ان احنا نظلم ناس رموز احتقان وناس لازم تلتزم. انا متفق معاك. يا كابتن مدحت انت تطلع تقول بتعلق على قرار للنادي الاسماعيلي ولمجلس الاداره وبتقول بطالب المحافظ انه يقلب فيه. ارد معانا كده يا كابتن. ارد عليك يا باشمهندس. انت ليه اقول لك احضرتك على حاجه؟ لما الزمالك من اسبوعين قال ان احنا هنسحب من الدوري طالبت بنفس الطلب دوت؟ ما قالش انه هنسحب من الدوري اطلاقا. لا لا قال اعاده المباراه والا الانسحاب من الدوري. لا وانا عقبت بالعكس ده انا اتكلمت كلام في منتهى القسوه. وانا هو النادي الاسماعيلي الاول. لا 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 مش عايزين نروح للم جمهور النادي الاهلي قبل كده. بص يا باشمهندس كسر الدنيا وقلت دول ده جماهير كويسه ولطيفه. فين؟ كسر الدنيا فين؟ كسر الدنيا فين؟ كسر الدنيا فين يا باشمهندس؟ بس خلينا عشان نسمع بعض. جماهير الاسماعيلي تقول لا ده ناس مفسده وناس مش عارف ايه. مين قال؟ ايه الكلام دوت؟ مين قال؟ انتوا اللي بتعملوا احتقان يا كابتن. على ايه؟ لا بالعكس ده كلام ده كلامك ده اللي هيعمل احتقان يا باشمهندس. لا انت بتتكلم انا جمهور اللي بتكلم عليه بس على مهلك واحده واحده. انت بتقول جمهور الاهلي عمل ايه وانا قلت عليه ممتاز. نمشي واحده واحده. حتى في المباراة اللي هي المباراة الافريقية شكل جميل وحضاري ومش عارف ايه الكلام دوت اللي هو ايه مش واخد بالي برضو. مباراة الاهلي اكتر من مرة اكتر من الاهلي وزيسكو. الاهلي وزيسكو. نعم الاهلي وزيسكو الافريقي. حضرتك بتقول لي دلوقتي جمهور الاهلي خرج عن المألوف وانا امتدحته. انه مباراة دي مش مباراة في الدوري يا كابتن. انا سامعك رجع عنهم وكلام مني عنهم وكلام من ده. لا ما حصلش. انما انت مع جمهور الاسماعيلي تقول لا لا ما حصلش بالعكس. ده انا بسميهم حشرات. انا بسميهم يا باشمهندس سواء كان من جمهور الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او الاتحاد السكندري اي واحد يخرج عن المالوف انا اطلقت عليه كلمه حشرات ولازم حضرتك تؤيدني في ده. هو انت تطلق حشرات على انسان ايا كانت اخطائه يا كابتن؟ ايا كانت اخطائه ازاي؟ انت قلت الكلام ده على جمهور الاسماعيلي لما كان الاهلي بيلعب في بورسعيد. ايوه. الاسبوع اللي بعد منه الاهلي يعني بيلعب في ماتش افريقي واتعملت الشماريخ في كل الملعب وانتقدتها وانتقدت الجمهور بشده واتكلمت بكل شياكه على جمهور الاهلي. لا اطلاقا قلت بالعكس ده قلت هذا الجمهور المتراهل اللي هيتسبب في عشان تعملوا كده. لا 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 بص يا باشمهندس انت حضرتك النادي الاسماعيلي سبب غلاسات مش النادي الاهلي. لا جمهور الاسماعيلي. بص يا باشمهندس حضرتك يعني معلش انا اسف ان انا اقول لك انا بعشق جمهور الاسماعيلي ولما في قله قليله تخرج عن المألوف لما الناس حبوا يضربوكوا بالطوب في 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 المبنى بتاع النادي الاسماعيلي انا اشدت بالالترس اللي وقفوا يحموا المبنى واتكلمت عن اللي رموا عليكوا الطوب قلت مجموعه حشرات. انت النهارده قبل الماتش جمهور الاهلي احتك بجمهور الاسماعيلي وكسر عربيتين وما اتكلمناش. قبل ماتش ايه؟ قبل ماتش الطلائع النهارده. جمهور مين اللي احتج؟ انا بقول لك جمهور الاهلي في القاهره. انا ما جاليش خبر بده والله. ولو جالي الخبر بده ولو كان ده حصل لابد ان يعاقب بمنتهى الحده والغلظه اي حد عمل فعل زي ده. لكن والله ما جالي الخبر ده وهتاكد منه وهتكلم فيه دلوقتي يا باشمهندس. انما احنا كده نتعامل كده مع الاسماعيلي عشان تعرفوا بس الناس اللي في الاسماعيليه حاسه بالظلم. لا 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 اطلاقا اطلاقا يا باشمهندس. اشكرك يا باشمهندس. الاسماعيلي يعني بلاش يعني كفانا يا جماعه مزايده بكلمه النادي الاسماعيلي وجمهور النادي الاسماعيلي وحزب الظلم. كفايه مزايده كفايه مزايده. الموضوع مش مستحمل مزايده. الا هو النهارده لما اللعيبه تلعب ماتش وحش يبقى الدنيا كلها غلط؟ يعني مش فاهم يعني. ونلعب على وتر جمهور النادي الاسماعيلي؟ جمهور النادي الاسماعيلي واعي وفاهم كويس قوي وشايف الملعب وعارف اذا كان الفريق بتاعه قادر انه يفوز النهارده. كابتن فاروق جعفر النهارده طالع قال لك ايه؟ قال لك ايه يا كابتن صلاح؟ فاروق جعفر قال ايه؟ النادي الاسماعيلي ساعده على الفوز النهارده نتيجه لعدم احساس لعيبته بالمنافسه او جديته في المنافسه لان دايما اللي بيلعب على بطوله الدوري بيبقى احق بالنسبه للطموح من اللي بيلعب على ثلاث نقط بس مجرد من بيلعب على ثلاث نقط. ده اللي قاله وبعدين قال تاني يا كابتن خالد قال النهارده احنا نكسب ثلاث اربعه.
وده حقيقي ودي حقيقي. الراجل ما قالش ليه ليه بنحمل ليه بنقحم كلمه جمهور الاسماعيلي حاسس بالظلم؟ ليه بالعافيه الناس عايزه تحسس جمهور الاسماعيلي ان هو مظلوم؟ هي عافيه؟ هي مش عافيه. جمهور الاسماعيلي يقف بجزمه على راسنا من فوق، بقولها مره تانية، جمهور الاسماعيلي يقف بجزمه على راسنا من فوق، ده جمهور عظيم وجمهور وافي. لكن المشكله فريق النادي الاسماعيلي وبرده